فخورة بفكرة ماد فاست جدا. الفكرة من وراء المهرجان فكرة في منتهى الذكاء، ومش أي حد كان هيفكر إنه يدمج الطب بالسينما. مؤسس المهرجان مينا النجار من أعز أصدقائي، فخورة بيه جدا 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 إنه قدر يوصل المهرجان للشكل اللي إحنا شايفينه ده في 5 سنين. وفكرة المهرجان السنة دي إن هو بيتكلم على الوصم، دي فكرة مهم جدا إن إحنا نتكلم فيها، لأن لما نعالج أو نوصل فكرة الوصم في العموم مش هنضطر نتكلم على كل حاجة في عليها وصم لوحدها. في العادي طول ما أنا شغالة في العمل لا ببقى متأثرة نفسيا جدا، ويعني ربنا يعين الناس اللي بيبقوا حواليا، معرفش هو بيستحملوني ازاي أو ليه. ساعات بحس ليه أصلا مستحمليني. عملة نادرة مثلا السنة اللي فاتت لا فضلت كتير متأثرة حتى بعد ما خلصنا، يعني ده مش العادي. في العادي باخد لي مثلا 2-3 بعدها وخلاص. لا عملة نادرة قعدت فترة، يعني قعدت كذا شهر الموضوع ما أثر فيا. فمهم إن الواحد يبقى عارف إن واعي إن ده بيحصل له. وفكرة الدكتور النفساني مهمة جدا جدا يعني. طبعا أنت لأن أنت ما عندكيش الأدوات إن أنت تعالجي نفسك نفسيا، أنت لو في أي حاجة مرض عضوي أو حاجة وجعاكي هتعالجي نفسك في البيت طول الوقت؟ لا، في حاجات معينة هتضطري تاخدي بعضك وتروحي للدكتور. فالدكتور النفساني نفس الشيء. ما أقدرش أقول عنه كتير من غير ما أحرق، بس هو فيلم مختلف جدا جدا في كل حاجة، في فكرته، في تنفيذه، كل حاجة. ومبسوطة قوي، غير ان انا مبسوطة اني بعمل سينما ومبسوطة اني بشتغل مع أستاذ موندو، كل ده انا مبسوطة ان انا جزء من العمل ده بالذات لان هو مختلف. دراما 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 تماما، دراما جدا. المفروض ابتدي احضر فعلا بس انا مش مستوعبه قوي، يعني السنه الجايه ان شاء الله تقريبا سنه من الخطوبه باذن الله. والله انا يعني الشنطه انا بحبها اصلا، بس خطيبي بيحب باتمان جدا، هو مش معايا النهارده فحاسه انه يلا اكنه معايا بالظبط. قطط وكلاب واي اللي قلبك يحبه، معظمهم متسمين على افلام ديزني، شخصيات من افلام ديزني معظمهم. يعني عندي 4 قطط وكلب، ف عندي الصغيره دي اخر واحده، دي اسمها بو على اسم البنت الصغيره بتاعت قطتي. عندي ماليفيسنت اللي هي ملعونه بتاعت سليبينج بيوتي، فيجارو اللي هو القط بتاع بينوكيو، وعندي بيتزا دي ملهاش دعوه بحاجه، بل بتاعت جميله والوحش، بيوتي اند ذا بيست.